امبارح مباراه الامس كانت مليانه تفاصيل الحقيقه تستحق ان احنا نقف عندها ونتناولها بالنقد والتحليل، طبعا الى جانب ان احنا كمان عايزين نتكلم عن استعدادات الاهلي الفتره القادمه ان شاء الله. كل ده هيحصل من خلال حديثنا مع كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق اللي منور الدنيا. صباح الفل. اهلا بك كابتن كريم. اهلا بيك. اهلا بيك ازي حضرتك. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا كابتن صديق. صباح النصر، صباح البدايات الكويسه، صباح يعني كده تفاؤل ان شاء الله للمنتخب في اللي جاي. ونقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم امبارح يعني اهو نقدر نقول شفنا اداء محترم فعلا من المنتخب، شفنا اداء مفرح، بدايات كده مبشره ان شاء الله للي جاي. لان خلينا نكون يعني صريحين، مباراه مصر وكينيا كان فيها مشاكل كتيره جدا والناس معنوياتها حتى انخفضت. ازاي شفت امبارح بقى؟ طبعا صباح الخير لحضرتك الاول. مباراه امبارح طبعا قبل ما نتكلم عليها نتكلم على مباراه كينيا عشان نربط المباراه دي بالمباراه دي. مباراه كينيا كان المنتخب ما كانش ظاهر بالصوره اللي احنا متعودين عليها بالزبط. الصوره الجيده بمحترفين بتوعنا بامكانيات لاعبتنا. المنتخب كان بعيد جدا لان كان في ظروف برضو اثناء المباراه. نص الملعب كان متاخد مننا، ما كانش فيه زي المباراه الثانيه والدنيا كانت ملخبطه شويه. والحمد لله ان النتيجه طلعت برضو ايجابيه بالنسبه لنا، حققنا الهدف المرجو منه ان احنا صعدنا. تمام. بس خدنا الايجابيات من المباراه دي والسلبيات سبناها. دخلنا على المباراه الثانيه انا مسميها مباراه التصالح. بالنسبه للكابتن حسام البدري. حلو. وبالنسبه للجماهير المصريه ومباراه اثبات الوجود لبعض اللعيبه كان عليهم برضو ضغط شويه في المباراه الاولانيه وكان في نقد لازع بالنسبه لهم. صحيح. وغلبيه طبعا المحترفين. هم الواجهه بتاعتنا الجماهير المصريه، عندك لعيبه مميزين جدا محترفين، فالامال بتبقى متعلقه عليهم كبيره جدا ان هم يحسموا لك اي لقاء واداء يكون جيد جدا. فطبعا الشد او الظروف اللي حصلت في المباراه دي خلت الجماهير شويه هاجت على المنتخب وعلى اللعيبه بالذات المحترفين. كابتن حسام قدر يرجع طبعا عيد الاوراق بتاعته وحساباته. دخلنا على المباراه اللي هي المهمه جدا اللي اتلعبت امبارح اللي هي مبشرة جدا جدا لكل الجماهير. بالظبط. وفعلا تصالح فعلا مع الجماهير. طب وده هو يعني اللي احنا شفناه الاداء اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ده اللي هو مرضي بالنسبة لنا كلنا. اتحقق نتيجة ان توجيهات وخطط واستراتيجية كابتن حسام البدري ابتدت تؤتي ثمارها، ولا حصل نتيجة ان اللعيبة بتوعنا هم اللي تعالى نقول تحرروا او تخلوا عن الفكر الدفاعي التحفظي؟ لا مش موضوع الفكر إيه؟ الدفاعي بالظبط. هو كابتن حسام زي ما قلت لحضرتك ساب المباراة الأولانية، ساب يعني السلبيات، خد الايجابيات بتاعتها وحاول يعالج بعض السلبيات. السلبيات في المباراه الثانيه مش موجوده. الخطوط كانت قريبه، الثلث الاخراني اشتغل كويس جدا 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 اللي كان فيه صلاح وشريف وقفشه، ونقف عند قفشه عمل مباراه كبيره جدا جدا. صحيح. عمل شكل للمنتخب. صحيح. بالنسبه للحته الثلث الاخراني عامل 3 اسيست، وصل صلاح امبارح كان عنده ارتياحيه، كرة بتجيله في المساحات الكويسة. طبعا هو صلاح امبارح تعب هان نفسه أكتر من المباراة الأولانية. عمل مباراة كبيرة جدا جدا بدليل إنه هادف، وفي لو ركز كمان كان هيجيب 3-4 أهداف كمان. الشكل كان مميز، نص الملعب السولية كان مميز جدا. إنني المباراة الأولانية المشاكل اللي حصلت فيها الحمد لله كابتن حسام قعد معاه وهو قعد معاه. إنني لعيب كويس جدا بيلعب في الأرسنال، فالمفروض يكون ليه تواجد في منتخب مصر. طبعا. فلما كان في ضغوطات عليه ان هو ما لعبش وحصل مشكله، جه الماتش الثاني ادى باداء رائع، سجل هدف مميز جدا. طبعا. نص الملعب استحوذنا عليه، بقى في شكل المنتخب. انا قلت لحضرتك يعتبر احسن شوط قدمه الكابتن حسام البدري ولاعيبته من ساعه ما المنتخب دوت كان موجود. بالذات الفترة اللي هي الأخيرة اللي كان في تعادلات في الأول وإخفاقات وما كانش في أداء جيد. لو كان الفريق المنافس أقوى مما هو عليه كان الوضع هيختلف، ولا كنا برضو هنشوف نفس الأداء المميز؟ لا، أنا ضد إن المنافس ضعيف أو قوي. أنا مع لعيبتي، لأن إحنا لما رايحين على المنتخب بتاعنا في الحالة بتاعته هيأدي قدام أي منتخب، لأن عندك عناصر مميزة جدا. أنت عندك ما شاء الله الشناوي من الحراس اللي هم الكبار جدا جدا في القارة. صحيح. ومميز ويدي طمأنينة لأي منتخب. عندك الناس المحترفين بتوعنا على مستوى عالي جدا، حتى الناس المحليين. شوف قفشة يعتبر مش مثلا بيلعب في أوروبا، امبارح اللي بيتفرج عليه مميز جدا يعني امتياز.
اداء ولا اروع. قفشه خلينا نكون برضو يعني بنتكلم فير. فعلا اداؤه كان لغايه مثلا المونديال كان رائع جدا كويس، كاس العالم الانديه، وبعدين جه ربما البعض كان بيشوف ان مش ده قفشه اللي احنا متعودين عليه في بعض المباريات اللي كانت لاحقه لي، ولكن ده بطبيعه الحال وطبيعه الضغط كان ماشي الكلام ده على كل اللعيبه مش بس قفشه. لكن امبارح فعلا يمكن لو هنقول عنوان المباراه عوده يعني سليمه او اكثر من رائعه، وكمان عوده للاعيبه. ففعلا زي ما حضرتك تتكلم على المستوى الفردي بالظبط قفشه هياخد رقم واحد، ده وجهه نظري. لا لا تمام، انما اللعيبه الثانيه كلها ادت بكفاءه. صح. وبعدين امبارح كان في حاجه، كان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني ايه انضباط تكتيكي؟ الحاجات اللي هي بتبقى في نص الملعب او في الثلث الاخراني، لو كل واحد بيشتغل الشغل بتاعه بيوصلنا، وبعد ما الكوره بترتد بيجي يلتزم في المكان بتاعه، مش هيبقى فيه عندنا خطوط مفتوحه زي ماتش كينيا اللي الحته الدفاعيه ما كانش فيه ترابط ولا العشوائيه اللي شفناها. ما هو الماتش بصراحه مجمله كان ماتش سيء، لان احنا عندنا لعيبه كويسه، فانت لما تيجي تقيم بتقيم حسب الامكانيات الفرديه والمستوى على الاداء الجماعي بالنسبه للتيم بتاعنا. امبارح من كل النواحي التكتيك في الملعب، الانضباط التكتيكي كله التزم في الملعب، ادوا مباراه رائعه. الكابتن حسام امبارح يعني ايه ياخد درجه مميزه ان في القياده امبارح وحتى في التغييرات انا انبسطت منه جدا، عطى لعيبه افانتاج ان هم ينزلوا. احنا ضمننا نتيجه. انا حرو...